السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم في مقطع جديد، معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم راح اكمل فيه رننا الاسطوريه، رن طويله سوبر اكسبرت. فيلا قبل لا نبدا لا تنسى اللايك والاشتراك، والان خلونا نبدا. ياباني 50 ثانيه وهنا 20 ثانيه، 20 ثانيه الورد ريكورد، في 30 ثانيه مفتوحه. ضغط فوق، اوكي اكون معلق على فوق. اوه هذا بيجيبني فوق عند الجرانات. بيقفل علي. اتعلق بالفاين دام ان عندي وقت. اوكي الحركه هذه صح انوف. ادفها، ايش تراني ادفها. تب لا لا قهر الله قهر. اوكي خلاص ان شاء الله ان شاء الله فزنا ان شاء الله باذن الله. لا 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 تعلق. اشوى ان ما هي تايت اشوى. حليوه ليش لا، بس بعرف التشيز يمكن راح من فوق الايسكل تصدقون. يلا المرحله الثانيه ياباني دقيقة وورد ريكورد في اون اوف، وفي بابين، باب عليه 4 قروش والثاني عليه قروش واحد. افعل اون اوف ولا لا؟ ما يحبسني هنا، حط اسهم. مشكلة ما ادري اروح مع الاسهم ولا اروح عكس الاسهم. هنا يحبسني؟ لا ما يحبسني. في باب بي سويتش ما ادري مبين ولا لا. البابين يجيبوني هنا. بدخل باب بي سويتش. اوه زين فعلت البي سويتش اجل. اوكي ما في ثومبات فوقي. تشيك بوينت. بسم الله وين توديني؟ في قروش. اشوف هذا الفوز. طيب ما اقدر افوز ولا اقدر اشوف شيء. بروح مالي تحت مالي تحت. اوكي باراشوت، كلهم باراشوت اتوقع. هنا في بايب، اشوف طرف راس البايب. هنا بايب ثاني. اللي قبل شوي شفته اخضر، هذا ازرق. يرجعني هناك ولا الفوز؟ فوز نايس. هاي سهلة المرحلة، بس ان الباب الاول هو اللي كان غدرة، كنت بطيح لو لاني انتبهت وسويت وول جمب. اصلا لو حط اشواك اشواك او لو اني رحت الباب الثاني اللي على اليسار كان مت، ما يمديني اسوي وول جمب. يلا المرحلة او المرحلة التالية.
ياباني. دقيقة وست ثواني. أوه ما في بورب. أوكي حلوين ما شاء الله. أوه نايس. بشوف بلوك طلع لي ثمام. أوكي تشيك بوينت. ما في بوربات. حلو انزل تحت عادي ما يحبسني. العب العب يا عيال. وش ذا المطر؟ وش ذا المطر؟ كيف جتني؟ قبل شوي ما جتني. طيب في زيادة ولا خلاص؟ هلا والله. فوه اوكي مت موتين وكسبت 3 أرواح. لا لايك ولا ابو. المرحلة التالية The Four Rooms، مرحلة تجميع قروش. دقيقة و7 ثواني. وفي سيفتي كوين. الله. يا أخي بعيدة. طيب خدت مومنتم كويس هالمرة. اوكي اما بس كذا. طيب البايب الثاني نكدف الكوبا. نط 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 نط. واو بعيدة والله. اوكي ايزي. البايب الثالث. اوكي طقينا. اوه ايه تعال يا سمايني. اوكي باقي غرفة واحدة وتشيك بوينت. شو اسمه متكرر. اوه طط 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 طط. اوكي اكون اسرع شوي. فوق انتظر شوية. انا حاطه نوف عشان اذا اوكي تقفلت تقدر يمديك تفسحها. اوكي خلصنا بوس فايت. امو نبات يوشي بما انك قاعدين طول الوقت ما ساعدتني تستاهل هذا. انقذ الكلب. اوكي حلو مرحلة. خسرت 3 أرواح ورجعتهم. يعني الموتات كانت ممكن تتفادى صراحة بس حلو مرحلة.
ليش لا؟ المرحلة التالية ياباني اسمها وين كورس، 3 دقائق الورد ريكورد. اوه اتفهمين؟ اوه يا الفكرة. كنت بجيب عنب. تشيك بوينت. اوكي هذا عنب ورا الكاميرا. طيب هذا يقول السبرينج حق الغدرة. صار لي غدرة على طول. اوه ماي جاد لا تتحرك. كيف نطيت؟ انا ما نطيت والله. عادي عادي عادي. دامج بوست. لما تعديت الميكا كوبا ضربني السبرينج. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. حلوة المرحلة، فكرتها حلوة، بس يا أخي السبرينج مش طبيعي. يا شيخ فكني من شرك. عادي 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 عادي. لا تخاف، فهم شيء. فو. تشيك بوينت 2. هاو احسن من زفت السبرينج. اي 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 كان ثالث مرة سهل، مرة سهل. صح في ثومبات بس في 3 باوات، في باوات زيادة يطيرون. المكان الثاني كان مرة صعب صراحة، بس حلو مرحلة. طارت الأرواح، لازم نرجع نجمع أرواح. أوفر جراوند. 20 ثانية لما أنط من الأرض. ما عاد ارجع لها مرة ثانية. هذه محاولة صح؟ حرام ليش خرب القنبة؟ أعطيها محاولة زيادة. المفروض القنبة يكون يمشي على يمين ما يمشي على يسار صح؟ طبعا ثاني محاولة خلاص ما ينعاد أول شي صار. أوبا
يا ساتر يا ساتر، هذه بالملي، هذه كيف سويتها أول مرة أنا؟ الله يبلى بليسك يا كلب الكلاب. القنبة مو مظبوط، القنبة السيتب حقها أبدا مش مظبوط. آخر محاولة. يا باني ما حتخلصها، شكلها لفتين بس اقدر اشيزها لان اشوف القروش عند الون واي. نطة ثلاثية. على كيف يا اخر الثلاثية، على كيف اهلي. حلوين، هذه القروش اللي تتشيز. حلوين. وش اختيارات ولا ايش؟ ولا بالدور؟ في مدفع وفي بايب. ما مبين معاكم ولا لا، بس في بي سويتش. ليه؟ ابغى احط رميته، ابغى ادخل للبايب. طيب اوكي، هنا باب. هنا استعجل في اوكي، شفت المدفع. اوكي احمر ولا ازرق ما تفرق. تشيك بوينت. البي سويتش هنا، البي سويتش اضافه يمكن. اوكي في ونبات. اوكي نايس، في ونبات الاعداء والباور ابات قصدي. حلو، مت موتة وكسبت 3 أرواح. اوكي موتة غبية صراحة عند الثلاثية في البداية، بس حلوة تتشيز. المكان الثلاث منشارات ما فهمتها صراحة. يلا المرحلة اللي بعدها، مكسيكي كايوس كاسل. 2:50. اوه فو زين، انتبهت له. كان انتبه من لوفا بابل. طيب بعدين. اوكي تشيك بوينت وان اب. نايس. اوه اسوي سبن على على البيرانا. حط سهمين، هل يعني برشوت؟ برشوت. طيب لا كمان، لازم أكون على سرعة. فوز. لفة. والله صعبة صراحة وكلها كذا فجائيات. الحمد لله قاعدين نطلع بأرواح، شيء جدا جميل. شكرا يا كندي. سهلة صراحة المرحلة، مو بصعبة وكلها سكشنات قصيرة. يلا مرحلة التالية. ياباني 42 ثانية.
كماشات كماشات ما تشكي 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 بي سويتش وباو وسبرينج. أبى أطلع فوق بالسبرينج. طب خلينا نفتش هنا بالسبرينج. هلا بالعيال. هلا بالعيال. هذه القروش صح؟ سبايني. لحظة اصبر اصبر احتاج البي سويتش صح؟ لا تقولي خسرت عشاني. اقدر احط الباو؟ ناين حط الباو. حتى البي سويتش ما ينحط. هنا نحتاج الباو. دقيقة في واحد ما كان في واحد ما كان قروش. اصبر اصبر هذا ما كان قروش صح؟ واحد فيهم. يس يا كلب ابغى الونب. طيب هل اقدر اخذها وهي متخبية؟ ياس غصب عنك. فو ما ادري ليش سبايك توب هذه الشلمت سبايني شلمت الباو. ادري عشان يطيح لي القروش يعني المفروض من تحت اضغط البي سويتش وافجر الباو علشان يطيحون القروش اجمعهم وافوز كذا صح؟ اوكي المرحلة التالية باوزرز دورز. دقيقتين وتسعة وعشرون ثانية. سبه من النار. اوه هذيك عكس اللي هناك عكس. اوكي كنت خلي الباب أدي من اللابا بابل وقف هنا. هنا أخيرا عديت. لا تنط لا تنط لا تنط لا تنط ايش تنط الحين نط. او فو نايس مشروم نايس قروش مش نايس. اوكي افتح. اوكي حق الباب اللي تحت. اوكي 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 احتياطا نعطيها سبن. اوكي هذا الباب. فو تشيك بوينت. ما يوصلني سكيور نايس. هذاك ما تفعل سكور. يا الله او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد
واو 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 واو. فوه. العظمة البطيئة. وهي بطيئة بغيت تطيح. مفتاح. نايس نايس نايس. أبغى نطنط عليهم، أبغى نطنط عليهم. كلوب كلوب كلوب. والله في كفاية حق ونبات، والله العظيم إنه في كفاية حق ونبات. مشكلتهم يلفلفوني مين يسار. هنا في باب صح شفته تحت. أوكي أوكي نأخذ البلوك الجهة الثانية. ما شاء الله تبارك الله. اوكي اوكي خسرت منبتين و رجعتهم. اوكي لايك ليش لا. المرحلة التالية والأخيرة. The Chase. 4 دقائق و50 ثانية. اسمها The Chase يعني المطاردة. وجع يا القنبل معفن. انا ما جاب فيني العيد في ذي الرن اللي القنبل الكبير سواء في ماريو 1 ولا هنا. هلا والله اكره صوته تا تا. صوته مقرف. ذا تشيس مياوزر. اوكي 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 اوكي. لا يا الله يا المياوزر والله بيموتني. واضحين يا ثمان بات كلهم يلحقوني حتى ذا براس. قسم بالله مياوزر مو صاحي. وش ذا يا مياوزر؟ تشيك بوينت. لا قهر ليتني ما اخذته. واضح انه مشروم. اروح مع الثوامب صح؟ اوكي ترستت. ممكن توخر يا ميوزر؟ قنبات الله يبلاكم في انفسكم. هلا بالعيال. لعب عياله. يلعن شكلك. يا
يلعن شكله مو بصاحي. إيه يا شيخ. فوز. يس 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 تكفى ثانية. الله يخليك الله يخليك ثانية. ما في ثانية بس واحدة. وفي درج يعني لو معي شل كان. اوكي مت وانا بخ وربحت وانا بتين. مياوزر مش طبيعي. مياوزر مش طبيعي بس المرحلة حلوة صراحة. اتوقع خلصنا 10 مراحل بس برجع ذيك المرحلة اللي طيرت تقريبا كل ارواحي واللي اتوقع بخلصها من اول محاولة. شوفوا. انط على اليسار اول بعدين على اليمين. اوكي يعني اني استعمل كل الاعداء في المرحلة. اوكي كذا تزبط. اذا نطيت على القنبلة اليسار اول تزبط. طبعا هو حاط علامتين نقطتين بس النقطة الاولى نطيت عليها يعني على القنبلة الكبيرة. فإذا يبغاني ينط مرتين على اليسار يحط علامتين على الأقل. أوكي طيب وبس يا شباب كان المقطع اليوم. أتمنى عزيزي المشاهد تكون استمتعت بمشاهدة زي ما استمتعت بلعب. نشوفكم إن شاء الله مقطع جديد. سلام.